بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على معتقلين الصامدون خلف الحديد، السلام على الجرحى والسجينات. يا جماهير شعبنا المناضل، دماء شهدائنا الأبرار ما جفت ولن تجف طالما أنتم مواصلون في الساحات، في ساحات الجهاد، ومتمسكون بمطالبكم السلمية. ولن يرهبكم القتل ولا الاعتقال ولا قطع الأرزاق. وهذا نداء الشرفاء إلى الشرفاء، فإن العصيان المدني قادم وهو تاريخ انطلاق، واستشهاد أول شهيد 14 من فبراير. فلا تبخل بوجودك وحضورك، وإن تأخذ قرارك بالعصيان المدني لأجل دماء الشهداء، لأجل إخوانكم في السجون، كونوا مستعدين، كونوا مستعدين في كل قرية ومدينة وفي العاصمة المنامة. فإنكم قهرتم النظام الذي راهن على أن ينهي هذه الاحتجاجات خلال شهرين أو أقل. إنه يرى بأم عينيه هذه السنة الثالثة وأنتم صامدون، ولن نركع إلا لله.